الحدث صنعه اتحاد بني دولة على أرضية ميدانه إثر اللقاء الذي جمعه بمولودية بتنا لفائدة الدور 16 من تصفيات السيد الكأس. اللقاء كان متكافئاً لحد كبير من الناحية الأدائية وفرص التهديف. الشوط الأول كلا الفريقين لعبا بخطة الدفاع عن الشباك، وأول فرصة سانحة كانت لأصحاب الملعب بعمل جيد بين أيت حسين وحج قاسي، لكن كرته علت الإطار. الرد جاء من مولودية بتنا بهذه الفرصة، لكن المدافع مفتاح يخرجها للركنية. الدقيقة 20 من اللعب، وبعد عرقلة اللاعب مفتاح للاعب بختاتو في منطقة العملية، الحكم مصطفى بصيري يمنح بطاقة صفراء لمفتاح ويعلن بذلك ضربة جزاء لمولودية بتنا، والتي ينفذها قراب ممضيا الهدف الأول في المباراة. 15 دقيقة بعد ذلك عمل جيد من طرف فريق بني دولة، وبعد تنفيذ الركنية وتبادل الكرة في منطقة العمليات بين مدافع ومهاجم، اللاعب سياح يخرج الكرة بيده وبطاقة حمراء يعلن بها الحكم ضربة جزاء لبني دولة، والتي نفذها حاج قاسي بنجاح معدلا نتيجة المباراة. الشوط الثاني لم نرى فيه الكثير من العمل واللعب الجيد رغم عدم التكافؤ في العدد، وجاءت الفرص بالتناوب بين الفريقين دون تغيير في النتيجة، لينتهي الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل هدف لهدف. الوقت الإضافي في المباراة لم يكن ليغير من نتيجتها رغم الضغط الذي فرضه لاعبو بني دولة على طول الخط بسبب نقص التعداد الباتني، وكذا الإرهاق الذي بات باتيا والذي أثر على الأداء وبشكل كبير. بالمقابل فريق بني دولة فرصه غابت فيها الدقة والإتقان رغم تغيير طريقة اللعب وإقحام ثلاث مهاجمين، إلا أن النتيجة لم تكن لتتغير، وتأشيرة التأهل حسمتها ضربات الترجيح والتي كانت لصالح بني دولة بثلاث أهداف مقابل هدفين. تأهل له فرحته الخاصة بوزنه الثقيل، حيث يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الفريق الذي يعد أصغر الفرق المتأهلة إلى الدور الثمن النهائي.